لذاته ليس المشكلة الأساسية، بل إن الخطورة تكمن في الاستخدام المتواصل لأحمر الشفاه، والذي قد يعرض النساء لمشاكل صحية كبيرة على المدى الطويل عندما يتم امتصاصه من الجسم خلال ابتلاع المرأة جزءا منه، فتعتبر المواد مسرطنة مع طول الاستعمال. وبين الخبراء أن الألوان الداكنة من أحمر الشفاه هي التي تحتوي على أكبر كمية من الرصاص السام، عكس الفاتحة التي تحتوي على كمية أقل. وهناك اختبار بسيط يوضح ما إذا كان أحمر الشفاه يحتوي على المعادن السامة، يتمثل في وضع قليل من أحمر الشفاه على ورق القصدير في الجهة اللامعة، ثم حك البقعة بمنديل لمدة 10 ثواني، فإذا تحول اللون أسود فذلك يعني احتوائه مواد سامة. رشا خياط، العربية.